من جديد صباحك سعيد وشاهد، ممكن نصبح من جديد أكيد. نعم. يا صباح الخير يا رعد. صباح الخير يا شاهد وصباح الخير يا مجحر. أهلا وسهلا، شو كيف الأجواء عندك؟ بعدك موجود عند المخبز وبعدهم قاعدين عم بيخبزوا، كيف الريحة عندك، ريحة الخبز الطيبة؟ يعني شاهد أنا سلمتكم الهواء قبل شوي، ولكن بصراحة الأجواء جدا جميلة، ما قدرت إلا أرجع لكم بصراحة بعد ما أفطرنا. من حظنا على فكرة. نعم رعد. أكيد أتمنى. نعم رعد. رعد أنا تحدثت الآن قبل العودة إليك مجددا، الرمزية أو الحالة اللي بشكلها هذا المخبز تحديدا قد تكون هي العلامة الفارقة، بمعنى أو بآخر هو مكان وملتقى حقيقة بجسد عادات حميدة، بجسد أيضا أنه هذا المكان بإرثه وبأصالته وبعراقته الممتد للقادم من الأعوام ما زال حاضر وما زال بجمع الجميع. ومنأكد أنه في متعة الآن لما أنا بدي أتناول وجبتي الغذائية وأنا بدي أشتغلها بإيدي على وجه التحديد. الآن رسائل عديدة تمرر من خلال مخبز صلاح الدين بما يتعلق بوجبة الإفطار، بما يتعلق أيضا أطياف وصنوف المجتمع تتواجد بمنطقة العبدلي بهذا المحل على وجه التحديد أو هذا المكان. الآن نترك لك التعقيب من جديد بما تحدثنا من خلال الشاشة عبر هذه الحالة اللي قام بها مخبز صلاح الدين بهذه التوليفة الجميلة. نعم مجحم، بصراحة يعني أنا يعني مقدمتك جدا جميلة، ولكن بدي أحكي لك بصراحة رسائل كثيرة من هذا المخبز، رسائل خليني أحكي عائلية، رسائل لكل بيت أردني. وأكيد أنا قبل ما أكمل كلامي معكم، ولكن بديش أخر، في زباين كثير من المحل ما بدي أخرهم، راح أتعرف عليهم ونحكي عن المخبز. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح الخير. تعرف عليكي إيمان بسطامي. إيمان تحكي لنا عن وجبة الإفطار الصباحية في مخبز صلاح الدين، كيف بتشوفيها؟ أول شيء الكعكة مع البيض المشوي، ولأنه أقدم مطعم ومخبز في عمان فالواحد بحب يجي عليه، يعني بحب يحافظ على التراث القديم. كم مرة تيجي لهيك مكان بالأسبوع؟ والله مش دائما، حسب الواحد إذا متواجد في المنطقة بيجي يعني على هذا المخبز. شكرا لك يعطيك العافية. أيضا نتعرف عليكي. نهير الجيلاني. أنا دائما بحب هذا الكعك باستمرار، يعني حتى بتذكر وأنا حامل في بنتي دائما أحس أشم ريحة الكعك مع ما كنت في البلد. إيش رأيكم إنه أنتم تعملوا هذا الإفطار الصباحي بإيديكم؟ يعني أنتم هاي كمان برضو نقطة إنه بتجذب. حلو يعني أنا بس بشوفهم بالشوارع، بس بفضل دائما أجي على المخبز مع إنه بيتي كتير بعيد، بس بفضل إني أجي وأخذه سخن دائما. رسالة منك يعني لكل المشاهدين الكرام. يعني لازم أول شيء الإفطار لا إشي أساسي، والثاني إشي البيض مشوي الكعك يعني كتير إشي زاك، أنا بالنسبة لي يعني بفضل دائما عن أي إشي تاني. شكرا لكم يعطيكم العافية وصحتين. صحتين. أيضا معنا أخواننا، تعرف عليك. رائد أبو هواد. شايفنا احنا على الهواء مباشرة ترى. فيش فيها. أول شيء صباح الخير يعطيك العافية. صباح الورد الله يخليك، أهلا وسهلا. احكي لنا عن وجبة الإفطار الصباحية بمخبز صلاح الدين. والله مخبز صلاح الدين حكاية، يعني أنا بإجازة جاي من السعودية صار لي أسبوع، فلازم كل زيارة. أنت عايش بالسعودية؟ عايش بالسعودية. هذا شيء مني، تحكي لنا عن سبب وجودك في مكان عبدلي، يعني خاصة وأنت بالسعودية بتتذكر هذا المكان، بيجي على بالك تأكل هذا من هذا المخبز؟ أكيد طبعا، يعني بالعادة لازم، حتى أيام ما كنت موجود بالأردن كان لازم يوميا تيجي تأخذ إفطارك من مخبز صلاح الدين. خلاص الكعكة غير طعم، غير شعورك إحساسك، you feeling home، حاس حالك بالبيت، فعم تعمل سندويشتك بطريقتك بالطعم الكعك الطيبة البلدية. أجواء عائلية، أجواء عائلية، أجواء جميلة جدا وشعور آخر فيها يعني بالإحساس. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أيضا نتعرف عليك. صباح الخير سيد أحمد، راح أحلى. أخونا أحمد أكيد من الصلط جاي. من الصلط والله. يعني بس أنا طبيعة شغلي بعمان بشميساني. وما في يعني بالاسبوع الا امر على مطعم صلاح الدين بالاسبوع مرتين ثلاثه لخدمه ذاتيه واكله مرتب. والله جزاك رساله منك يعني لكل المشاهدين الكرام. والله رسالتي للمشاهدين يجربوا زياره لمطعم صلاح الدين وخدمه مرتبه حلوه كثير واكلهم زاكي. شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا. يعطيك العافيه.
طبعا مشاهدينا الكرام، مشوارنا الصباحي دائما بتجدد معكم. بدي أوجه بعض الرسائل بمشوار الصباح، إنه إحنا دائما راح نكون معكم بكافة مناطق ومحافظات المملكة، راح نزور كل منطقة وكل بيت أردني إن شاء الله. طبعا التلفزيون الأردني تلفزيون كل مواطن أردني، أكيد هناك بصمات واضحة ببرنامج يوم جديد. طبعا قبل ما أرجع لمجحم وشاهد استكمال فقرات برنامج يوم جديد، خليكم معنا دائما وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا تابعونا بمشوار الصباح، وأي اقتراح بأي مكان في مختلف مناطق المملكة يريد تزودونا فيه على صفحتنا على الفيسبوك أو على إيميل البرنامج. طبعا الآن راح أرجع لشهد ومجحم، ولكن غدا مع زميل أحمد أبو حمد على ما أعتقد في موقع آخر من مملكتنا الأردنية الهاشمية. شكرا لك يا رعد. نعم رعد، كل الشكر لك. بشكل سريع شهد وسيدات وسادة المشاهدين، إلى فاصل قصير ونواصل معكم، فابقوا معنا. We'll be right back.